السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. اللهم آمين آمين. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. الحمد لله، الحمد لله في نعمة وصحة وعافية، فإنسان يحمد الله عز وجل. اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم على الهدى وعلى الخير دائما وأبدا. اللهم آمين. الله يجعل أيامنا وإياكم إن شاء الله كلها طيبة مباركة بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الحمد لله رب العالمين. طيب أحبابي، إن شاء الله في هذا اليوم، في هذا الصباح، البارحة موضوع أثار انتباهي بالليل وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع وقع في مدينة مكناس. نسلط الضوء من خلال حتى نبين وقفات ونظهر للناس بعض الخبايا والخفايا التي تخفى عنهم مما يطالعونه ويشاهدونه على قنوات اليوتيوب. لا بد أن نفهم أول شيء أحبابي أن كل من هب ودب بإمكانه أن يفتح القناة، ولو كان من المشككين في الوطنية أو في الدين وفي العقيدة. أنت لا تعرف معنى، لا تعرفه صراحة، بكون واقعيين. واش تعرف ستيل اللي يفتح قناة من هو إن لم يكن عن طريق يعني قانوني، أو يعني كما يقولوا سمعت سرقة معروف عند الناس. إذن هذه الأمور لا بد أن يتنبه لها، أن هناك تروج أباطيل على كثير من الناس، أو هناك زيادة ونقصان، أو عدم اتضاح ما كيوضحوش. بارك الله فيك الحاج، الله يرحم الوالدين. ما تمشي للبلاطة أخويا، داك البلاطة ما عرفتش فين دارو، عقلنا عسير. إيه إيه، الحمد لله. طيب، فلهذا أحبابي إخواني، نتكلم على مسألة هي مسألة مهمة جدا. البارحة في مدينة مكناس، يعني أحدهم يضع مقطع على في مدينة مكناس أو أظن قبل يومين، المهم مقطع شاهدته البارحة أنا، أن فتاة تقبل شابا وهي قاصر عمرها 16 سنة وهو عمره أظن 22 سنة، ويعني وجودهم الأستاذ يعني كيقبلوا بعضهم البعض في القسم، يعني بعد ما خرجوا التلاميذ إذا بيدخل يوجدهم في موقف مخل بالأدب، يقبل بعضهم بعضا. الأمر حتى هنا يقول الإنسان راه عادي، أمر عادي. البعض غادي ياخذوا أنه أمر مخل بالأدب وفيه جرم كبير و و و و فتضارب كالضرب الأقوال. يعني غتقوم جمعيات تنصف وتقول هذه حرية شخصية، وغير نضو ناس أخرين يقولوا هذا أمر مخل بالأدب وخص عقوبة يعني صارمة. فبين بعض الأمور، نهاية هذا الأمر انتهى بأنهم فصلوا هذا الفتاة القاصر عن الدراسة. يعني كما يقول أب هذه الشابة، هذه الطفلة، أنها تعقد لقاء يعني مجلس تأديبي بشكل سريع جدا، واتخذ فيه القرار على الفور. ما هو القرار؟ هو فصل هذه الفتاة التي عمرها 16 سنة
لم يعني قاصر. انتبهوا معي بارك الله فيكم. وماذا كان الموقف من الشاب اللي هو بالغ وراشد 22 سنة أنه يغير المؤسسة ولم يكن في حقه الفصل من الدراسة؟ ما هو العذر؟ شهادة بعض الناس من الأصدقاء والصديقات البعض أنه إنسان سلوكه طيب وأنه يسير في الطريق وأنه يعني خلوق، وهي ربما تعرف عليه بعض الحركات بين الفينة والأخرى تعاكس الشباب أو تتكلم مع الشباب، مفهوم؟ فلا بد أن نتكلم بالقسط وبالحق وبالعدل. احنا لا نعرف لا هذا ولا هذا. أول شيء يجب أن يفهم هذه الفتاة هي قاصر. بمعنى ما نقول قاصر، حتى باش نوضح الصورة بعد أكثر، القاصر ليست هي التي لم يرفع يعني بلغش التكليف. أبغيش نوضح الصورة الله يخليكم. القانون الوضعي يقول أن القاصر هو الذي لم يبلغ 18 سنة. الشرع كيقول على أن الإنسان الغير المكلف هو الذي لم يبلغ بعد، بمعنى له علاقة بالبلوغ، و 16 سنة راه بالغة. نوضح الصورة باش نبينو هاد الأمور لفتات يعني مهمة جدا. 16 سنة راه بالغة، كاين النساء اللي كتبلغ على 12 عام، وكاين النساء اللي كتبلغ على 13 عام وعلى 14 عام وعلى 15 و16 كيبلغوا على حسب المكان اللي كيتواجدوا فيه، فيه حرارة، فيه كذا، هاد الأمور. ولهذا كانوا قديما كيبلغوا بشكل سريع، حتى عندنا في المغرب أو في مكان الصحراء أو في الجزيرة العربية وهكذا، تجد أن المرأة كتكبر بشكل سريع وكتبلغ بشكل سريع. الشرع كيجعل الأجر الثواب والعقوبة على البلوغ، ماشي قاصر أو غير قاصر. هذه مسألة الآن إحنا لا نختلف مع القانون، فقط أحب أن أبين مسألة مهمة جدا. القانون حينما وضع 18 سنة لأن الإنسان صافي يبلغ محل إدراك ومحل وعي ومحل الفهم والرشد وكذا، ومسؤول عن حركاته من ناحية القانونية. أما من ناحية الشرعية، التكاليف الشرعية لها علاقة بالبلوغ. فالمرأة حينما تحيض وجب عليها الحجاب، حينما تحيض وجبت عليها الصلاة، حينما تحيض وجبت عليها عدة أمور، مفهوم؟ وحينما تحيض خلاص تزوج، مفهوم؟ هذه هذا كنتكلموا حنا على الإطار الشرعي، نتكلموا على الأمر الشرعي. طيب، لكن بعض الأمور درسها الشارع من ناحية القانونية وجمع بين الفقه وبين القانون وبين الشرع. ماذا؟ درء للمفاسد وجلب للمصالح. تقدر تكون عندها 16 سنة لا زال ضعيفة صغيرة البنية، ما تزوج. حتى في هذه الحالة إذا كانت لم تبلغ يعني قاصر وحق لها الزواج، فهو يكون زواجها بإذن وليها، كي يوقع واحد التوقيع. هذا ماشي موضوعنا. موضوعنا الآن هو أول نقطة بتنبي لكم أحبابي وإخواني، نفصل ما بين البلوغ وما بين الأمر أنها قاصر أو غير قاصر. إذا مادام باها، اسمعوني مزيان أحبابي، مادام باها كيتكلم وهو رجل تعليم، في التعليم أكثر من 20 سنة كما يقول البارح، خاصكم اللي تكونوا تشاهدوا المقاطع شاهدوها بصورة كبيرة، تشوفوش غير الشاشة. والده يتكلم بحرقة ويقول أنا رجل تعليم. طيب جيد، أنت رجل تعليم على عيننا ورأسنا، ونعزك ونكمل لك كل تقدير، وكذا المعلم أن يكون رسولا، قف للمعلم وفيه التبجيل، كذا المعلم أن يكون رسولا. نعم جيد، ومن علم حرفا صرت له عبدا، بمعنى صرت له خادما مطيعا كذا، لأنه علمني. نعم صح، هذا جيد. ولكن كيف هذا حال كثير من الناس وكثير من الدعاة؟ هذا واقع كثير من الناس وواقع كثير من الدعاة إلا من رحم ربي، نسأل الله العافية.
أنهم يشتغلون بتربية الآخر وينسوا تربية البيت. هذا واقع كثير حتى من الدعاة والمشايخ الكبار، أنهم يشتغلون بالدعوة في الآفاق في الدول والأمصار والمدن والمحاضرات والجامعات والكليات وكذا وكذا والملتقيات، وينسوا الاشتغال بتربية البيت من أبنائهم وزوجتهم. هذه الآن مصيبة، حتى كيخرجوا أبنائهم بعيدين عن السنة. لماذا؟ لأنهم وكلوا الأمر إلى غير أهله، أعطوا المفاتيح للزوجة، أعطوا المفاتيح للعم للخال. هذه أمور حقيقية أنا عشتها مع كثير من الدعاة، رأيتهم، كنت أزورهم أو ألتقي بهم وكنت أرى هذا. فأعجب كيف لشيخ كبير نحن نأتي نقبل يده ونجلس بين يديه، فتجد أن أبنائه بعيدين عن السنة. ثمرة هذا ناتج عن ماذا؟ أنه مر في مرحلة الفراغ أو الانشغال بالدعوة بشكل يعني غير مقنن، يعني أعطى للدعوة كل شيء على حساب البيت. والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. لابد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيض أهله، وكان يوصي، حتى أن تأملوا معي، حينما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من آثار الرحى على يديها، وكانت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم خادم، يعني إذا جاء الأسرى أو كذا يكون لها خادم، فقال: ألا أدلكما، يعني هي وزوجها، على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وسبحا واحمدا وكبرا 33 و800، يعني وكبرا 34. يقول العلماء رحمه الله تعالى في هذا الحديث نكتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلهما على هذا الورد وهذا التسبيح قبل النوم، وقال: هو خير لكم من خادم، يعني هذا من يحافظ عليه، يعينه على قيام الليل، على الصلاة، على أعباء اليوم. والعلماء جربوا هذا وأتى أكله. طيب، إذن كان في كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبين لابنته، يبين لمن حوله من عائلته وذويه وأقاربه. قلت هذا استطرادا لماذا؟ لأنه يقول: أنا رجل تعليم. طيب، بالله عليك، أنت رجل التعليم وابنتك بلغت من السن 16 سنة ولم تحفظ منك أن تراعي الأدب والخلق والحياء في المدرسة، أنها تأتي إلى حضن شاب وتقبله ويقبلها عيانا دون حياء أو استحياء، هذا لا يجوز. هذا أمر مخل بالشرع، مخل بأدب وبالمروءة وبالعرف وبقانون المدرسة، بالقانون المدرسة كيجرم هذا الأمر. نعم، خاصة تحال على المجلس التأديبي، أنا معك، تحال، ولكن ما توقفش على الدراسة بشكل عام. هنا مبالغة في العقوبة. كيف يعني قبلة؟ إذا كنا على قبل قبلة غنوقفوا وحدة من المدرسة، أجي غنوريكم وحدين ماشي كيقبلوا كيتعراو، وقفهم من المدرسة. الكليات يا أحبابي، باش نكونوا واقعيين، الكليات الآن معظم ماشي قبل، واللي دخل غيعرف. الكليات فيها أكثر من القبل، ولا داعي باش نفهم كيف فهم. الأحياء الجامعية ديروا تفتيشية على غفلة وغتشوفوا الأحياء الجامعية راه وصلت للزواج، الزواج المسيار الأحياء الجامعية. طيب لماذا؟ لأنها عائلة فقيرة. نقول الحق في باها، باها مخل بالتربية وسيسأل عند الله عز وجل، وهو رجل تعليم كان أولى به أن يربي ابنته على الخلق وعلى الأدب والحياء لتكون هي القدوة والمثال. فهمت ولا لا؟ هذا خطأ لا نشك فيه أبدا، مهما أعطت الابنة من تبريرات ومن كذا وكذا، هي ماشي صغيرة 16 سنة خلاص، راه ممكن تكون أم، ممكن تكون ما شاء الله يعني في طرق أنها تسير أشياء كثيرة جدا من خصوص حق المرأة وحق الفتاة. ولكن لماذا مشيت غير الجانب السلبي؟ لأن في سن المراهقة
ما لقاتش اللي يسيرها واللي يضبط ليها الكلام ديالها والجوارح ديالها والسير ديالها والسلوك ديالها. قال لك الشاعر: إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لأن في الغالب الطفل ينشأ على ما يراه في البيت، وتلك الفرقة والفجوة والفراغ الذي يكون في البيت الذي يمتص السلب هم الأبناء والأطفال. ولهذا من السلوك حتى الخصومات وحتى اللغط وكذا يكون بعيد عن الأبناء، ولا يرى في أبائهم إلا المثال الكبير حتى يقتدى بهم بإذن الله تعالى، لأن هناك شيء يمتص العقل الباطن. وهذه أمور لا بد أن تراعى وتعلم عند سواء عند الزوجين، عند الذكر وعند الأنثى. طيب، وحتى هذه الأمور التي هي مخلة بالأدب التي أصبحت الآن ترى عيانا من أفلام من مواقع، وحتى هذه المقاطع التي تنشر على اليوتيوب، مثلا قبل أيام وقبل شهور رأينا أكبر قبلة أمام البرلمان المغربي، وكذلك أقبل قبل كذلك في حينما خرجوا احتجاجا قبلوا بعضهم البعض كأنهم يعني يصفون الرماد في الأعين. والناس أصبحت حينما ترى هذه الأشياء، هذا المنكر ينشر، كأنه وسيلة لنشره، وسيلة لفضحه، وسيلة أن يقول الناس افعلوا فإنكم لن تجرموا. وبحال حركة 20 فبراير، بحال حركة مصيمين اللي خرجوا يفطروا في رمضان وغيره. يعني حينما تصبح هذه الحركات التي تحارب الدين تنشر بين الناس ولا أحد يأخذ على يديها، والناس ينظرون، خلاص من ثم يبدأ ذاك الشيطان النمرود في الجسد يكبر، لأن كل واحد فينا فيه عنده شيطان يجري في الدم، يبدأ يكبر. والأبناء الذين لا يميزون، لذا وجب حينما تكون تشاهد تشرح لأبنائك هذا جيد هذا غير جيد هذا كذا هذا كذا، ماشي انت كتفرج وفاهم وما فاهمينش فيمتصون السلب. انت واجب انك تربي، لأن التلفاز هذه إما وسيلة تقودك إلى الجنة أو إلى النار، إما إلى الخير أو إما إلى الشر، ماشي أي حاجة ممكن تفرج فيها أبنائك. ولهذا في أوروبا هناك برامج خاصة بالأطفال، هناك برامج لا يشاهدها الأطفال، سواء كانت في علم الإجرام، علم النفس، علم التربية، خاصة بالأطفال، وبرامج تحدد على حسب السن وعلى حسب المستويات. احنا هنا صدقنا الباب مفتوح، مادام الباب مفتوح يا أب ويا أم خاصك أنت تفقه وتفهم باش تفهم، وما تستناش هما يفهموك. حتى الآن دور التربية مغيب في المدرسة، كانت وزارة التربية والتعليم مقاش حيدوا التربية، ارجعوا قراوا حيدوا التربية، يعني التربية مبقاش ديالنا، التربية ولات ديالكم نتوما يا آباء ويا أمهات. إذا ما تستناش الشرع ربي، ما تستناش الرفعة ربي، وما تستناش يعني مدرسة ربي، البيت هو الذي محضن حضن التربية، والأم هي أساس التربية. لهذا قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولأنهم علموا أن الأم هي مكان التربية بدأوا يفسدون الأم، يفسدون الأم. من الأم هتقبل الرجل دابا الآن عادي وباه يدافع عليها ويدافع على راسها؟ فأنتاش كتسنى من بعد؟ بالله شنو غتسنى؟ من غير كبر ولدها تقول بنتها تقول دخلي صاحبك للدار، وهذا أصبح موجود الآن، يدخل صديق العائلة وصديق البنت ويخليهم يخرجوا، هذا أصبح عندنا كأننا في السويد وفي سويسرا ولا في النرويج ولا في أمريكا ولا، يعني يدخل صديق العائلة وهم يخرجوا كيخليه، لأن تبث ثقافة بناء على هذا، يعني رويدا 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 حتى هدموا، يعني حاولوا أن يسقطوا معالم الحياء والحشمة في قلوب الآباء والأمهات، وبالتالي يفرخوا أبناء ما عندهمش الحياء إلا نادرا، وقد يخرج الله الحي من الميت سبحانه وتعالى. إذن أحبابي، أول خطأ هو عند الأب وعند الأم وعند الطفلة، ثم الخطأ الآخر عند العقلاء. كيف لي مدير مؤسسة، وكيف لي ناس يعني اجتمع عدد من الناس من المسؤولين، ربما فيها الناظر، فيها الكاتب العام، فيها كذا المؤسسة، نائب المدير أو كذا، فاجتمع عدد من الأسئلة من الأساتذة مثلا، وخرجوا بتقرير سريع هو طردها وفصلها عن الدراسة. هذا ما يتقالش في أي دولة، مستحيل يكون في أي بلد، مستحيل. حتى من الدول نقولوا متشدة ما غتطردش، وحتى الدول اللي نقولوا عندها الحرية ما غاديش تطرد. إذا حنا كنتشدوا في اللي بغينا وكنطلقوا في اللي بغينا، إلا بغينا نتشدوا نشدوا على الجميع، يعني نكونوا مشددين على الجميع.
هناك من كيفعل أعظم من القبلة. إحنا لا ماشي مع القبلة، أنا أقول خطأ 100%، ولكن إذا زلت وسقطت في ذنب، الأولى أنها تربى، تأخذ عن طبيب ديال السلوك والاجتماع، وتأخذ عند الأب تاعي يؤتى به كذا كذا ويعطيوها إنذار. وهناك أمور كثيرة تحفزها كي تستقيم، عندنا الربح نجيبوها للخير ماشي نطردوها للشر مباشرة، كما يقول باك كادت أن تنتحي، أو ربما بهذه الطريقة تخرج من المدرسة ذهب إلى طريق الانحراف. طيب شنو إذا إحنا عاوننا المجتمع على فساد فتاة وعندها قابلية لأنك تقبل، عندها قابلية لأنها تقبل واحد وثلاثة وتصبح يعني عندها الشر بالداخل تنتقم من كل واحد، لأنه يكبر فيه هذه العقدة النفسية وتصبح تنشر هذا السم في كل في كل يعني في كل، ربما تنتقم من الشباب في المدرسة تشدو وتفسد معه وكذا وكذا. إن هناك حالة نفسية يجب أن تراعى أحبابي. إذن الخطأ هو في فصل عن الدراسة، لا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن تفصل من الدراسة، لا شرعا ولا عقلا أن تفصل من الدراسة، ويحول أمرها إلى ولي أمرها. هو إذا بغى يستعي يجلسها باختيار الأب، هو اللي يختار يجلسها، لأنه يقول لبنتي أنت ماذا مخالطي الشباب وعندك الفتنة وفي سن المراهقة، غجلسي باش تربي سيري تعلمي صنعة مثلا، أجي جلسي في الدار خاصك تاخير وكل شربة. ولكن السيدة باء لا زال عندها آمال في الدراسة، وباء عندها آفاق في الدراسة، ويقول لك عاقبوها ويقول لك سنعاقبوني ولكن ما تطردونيش. إذا أظن أن هذا حيف وأن هذا ظلم في حق هذه الفتاة، وربما في الأمر ما فيه، لأن باه شال الأمر العائلة فقيرة، أو ربما لابد لأن أصبحت قضية رأي عام لابد أن يضحوا بواحد. نقول لا، لابد إذا كان إذا كنت تتكلم بالعدل فيطرد الرجل والمرأة، تطرد الشاب والشابة بجوجهم يطردوا. ونقولها من هذا المنبر، كان الأولى أن يطرد الأول هو الشاب هو الرجل. لماذا؟ لأنه بالغ، لأنه 22 سنة، إنسان راشد وعاقل وكيعرف شكون كيدير مسؤول تصرفاته. يعني 22 سنة من المفروض أنه هو اللي تكون فيه القوة في الفصل. ومش قالوا كي معروف بحركته هي اللي وقعته في كذا، كي يعقل هذا؟ يجب أن نفهم حتى عند الكبار، سمعوا مزيان القاعدة، القاعدة فهموها، ملي كيتكلموا الناس حاولوا تحلوا عقلكم. هو باها كيقول أم الشاب كتقول، وأصدقاء الشاب كيقولوا، وبعض الفاعلين الجمعويين كيقولوا على أن الشابة هي التي حركت الشاب اتجاهها وترمت عليه فقبلها. سلمنا بهذا، ابقوا معي، سلمنا بهذا، ماذا يقول الشرع في هذا؟ الله تعالى حينما ذكر الزنا بدأ بالمرأة قبل الرجل، فهموا مزيان لذلكم، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبدأ بالزنا. قال العلماء الله ذكر المرأة أولا لأن تكون في الغالب أن المرأة هي مدعاة للزنا، لو أنها لم تفتح الباب ما كانت الزنا، ولهذا مقدمات الزنا دائما في الغالب تكون من المرأة. ولهذا قال الله تعالى وقرنا في بيوتكم، ولهذا الله حرم المصافحة، ولهذا حرم الله عليها أن تخرج وهي متزينة، لهذا الله حرم عليها أن تمشي في الطرقات وعليها رائحة، ولهذا حرم عليها أن تضرب بقدمها في الأرض، وكل هذه الأمور، وأن تكسر في الكلام وأن تعلي صوتها، كل هذه من المرأة. أما الرجل ماذا عليه؟ لا شيء، الرجل يمشي. ولهذا حتى العلماء هنا قالوا بوجوب النقاب، وهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طيب هنا يجب أن يفهم أن مقدمات الزنا دائما تكون من المرأة ليس من الرجل. لكن إذا وقعت الزنا ما نقولوش هي اللي كانت مدعاه، ولا الحكم واحد عليهم بجوج. إذا رفع الأمر إلى الولي وإلى القضاء فالأمر علي كي توقع عليهم بجوج، سواء هذا في الشرع أو في العرف أو في القانون والقضاء. إذا كيفاش هادشي اللي كيطبق على الكبار ما غنطبقوش على هاد الصغار؟ بالله عليكم، هتقول ليه الدريه 16 عام ترمت عليه وحقبلته، طيب جيد، ونطبقوا القانون على الرجل على الدريه 16 عام وما نتقبلوش باي مبرر؟ واش اغتصبته ربطته؟ راه ما يمكنش. يا الله يجزيكم بخير.
راه الاولى اذا كان يكون الفصل يكون للرجل ما يكونش للفتاة، او لكلهم بجوج، او لا يعاقب عقاب بعيد على الفصل الدراسي، لان الدراسة هذا شيء اخر. بالعكس، اسمعوا يا احبابي، في اوروبا يعاقب المجرم بسنة او سنتين دراسة في السجن، يحكموا عليه انت غتمشي تقرا في السجن. واش فهمتوها ولا لا؟ جاء عندي رجل تاجر قبل ايام، قبل اسبوع اظن، او قبل 4 ايام، تاجر في اسبانيا، ونقلت لكم حالته على المباشر حينما لطم ابنته، ضرب بنته، قال لها عملي الحجاب، رفعته الى القضاء. ونظر لانه معروف في اسبانيا وتاجر كبير، قالوا له سجنوه ايام، سجنوه ايام. هذه المده السجنيه التي قضاها هي دراسه في علم النفس، يدرس علم النفس حتى لا يعتدي على على بنته مره اخرى. يظنون انه متشدد وكذا، ما دام تاجر وكذا فهو متزن كذا. بعد ذلك اعطوه عقوبه انه لا يسجن، ولكن اعطوه 110 ايام ينظف فيها الشوارع ايام العطله. يعني كل احد او سبت احد غتنظف الشوارع حتى يوصل العدد ديال 110 ايام. هذه العقوبه، يعني من ماشي انت تاجر وكذا غنسجنوك، كيراع الكبير راعوا ليه، هذا كبير راعوا ليه، ما يسجنوش لانه تاجر سوف تفسد تجارته، لان به خدام الاسباني وخدام العربي. فاعطوه ايام العطله يمشي يشطب فيها الطرقات، هذه عقوبه. واعطوه مده يسيره قضاها سجن نافذ، اشنو دار فيه؟ فقط قرا فيها، يعني تسجن من اجل انه يقرا امور نفسيه باش ما يبقاش يتاثر عليه وتاثر على بنته. وحكموا عليه المكان اللي يكون فيه بنته ما يكونش فيه هو، حتى لا يؤذيها، حتى يستقر في انه شفي وانه عولج على حسب العلم ديالهم والفهم ديالهم. واش فهمتوا هاد الناس اللي كنقلدوهم؟ علاش ما نقلدوهمش في هاد الشيء؟ هاد الناس اللي حنا كنتبعوهم، علاش ما نتبعوهمش في هاد الامور؟ لو وقعت هذه في اوروبا اصلا ما غيلتفتوش ليها، لكن مزيان التفتوا ليها حنايا من ناحيه الحياء والشرع. ايه، وكاين تكون لك الشرع تكون من اجل الشرع ماشي شي حاجه اخرى. اذا الاولى اما اما انهم يتفصلوا بجوج او يبقوا بجوج، والحق هو انهم ما يتفصلوش ابدا، ما يتفصلوش، يغيروا المؤسسه احتراما لنفسيتهم ونفسيه الشباب، يغيروا المؤسسه. نعم، حتى الزاني يجلد ويغرب سنه، كيتبعد على البلد تاعو عام، وهذا الشيء ما كيعرفوش الناس، وهذا فيه تاديب وفيه بزاف الامور، لان النفي فيه عقوبه نفسيه عظيمه جدا. حينما يغرب الانسان عن اهله وطنه عام، هذا امر عظيم، لكن لا يعقله الا العاقلون العليمون. المهم، هذا ما بقاش هذه الامور دابا، دابا حنا كنتكلموا على هذا الامر ديال هذه الفتاه. راه ما خاصهاش ترضي احبابي، ترجع لدراستها، لعل الله يخرج منها خيرا كثيرا ولعلها تتوب. شكون اللي فينا ما وقعش في الزلل؟ هذا كاع اللي شدها ودار فيها عالم ودار فيها رباني، مزيان تأدب وتربي. أول حاجة ما خاصك تخرج هذا الشيء للعلن باش تبينوا المؤسسة وأنكم على وقع وعلى نظام، هذا ما خاصش يخرج للعلن، هذا كيبقى أمر خاص بالإطار التربوي، خاص بالمدرسة وخاص بالوزارة. يعني كيتعرض على الامر على الناس المهمين اللي غياخذوا فيه قرار. اما يخرج اي حاجه تخرج للراي العام، او لا تسيبه والشوهه، ولا خصنا غير نعمروا القنوات والمواقع، كفانا شوهه في العالم، كفانا شوهه في العالم. حريق في كارين هنا، ها واحد قتل هنا، ها واحد مات هنا، ولاو الناس مابقاوش كيتفرجوا في التلفازه، كيتفرجوا غير في الفضائح وفي الشوهه وعاجل. هادشي لا يستقيم، الله يجزيكم بخير. البنت ما تخرجش من المدرسة، تغير المؤسسة، ايه ترجع للمدرسة. لا، من هنا لغدا ان شاء الله، يعني من هنا لوقت اخر، ربما تصبح بإذن الله تعالى، ربما تصبح بإذن الله عز وجل يعني مهمة في البلاد. ما يدريك وما يدريك وما يدريك، حقق في هاد الناس الكبار، راه وقع في شي امور الله المستعان، ربما كان يئس انه غادي يقرا، او ربما كان معروف كاع بالذكاء، وتلقى رسول الحمد لله راه على يعني في مكان مهم. من ما نضيعوش الناس وما نحبطوش الناس، الله يجزيكم. ولهذا احبابي
هذه كلمتي لكل مسؤول، يعني هذه الكلمة ديالي الآن إلى كل مسؤول على هذا الأمر. حاولوا هذه الفتاة ترجع، والشاب حتى هو يرجع يغير المدرسة، ولا كان قانون غادي يمشي أن ضروري توقف الدرية، ضروري يوقف معاها حتى الدري. شحال باش درتي ليه الرقية؟ شكون هو هذا يا خويا نعيم؟ ما طرشت والله يا عمي. شوف اخي الكريم، هذا السؤال انا اجبت عليه مرارا، ماشي كل مره غيدخل واحد جديد غادي نجاوبه. الله يجزيكم بخير. انا قلتها واعيدها، ما عنديش شرط معين، ما عنديش شرط معين، لكن كاين نظام يمشي عليه. ما بقاش كل مره غادي نبقى نجاوب. كاين فيديوهات بهذا العنوان، دخل لهم الله يجزيك بخير، وتصنت لهم الله يجزيك بخير. وانا حتى هذا الامر راني كنوقفه مرارا وتكرارا، وكنقول وقفته مرارا وتكرارا، فالله يجزيكم بخير. ما باغيش شي حاجه اللي تغير ليا المنهجيه ديالي. الحمد لله غالب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما كنفرقش ما بين غني وفقير، والاهم عندي ان الكل يمشي راضي باذن الله. حتى اللي ما عندوش راه ما ناخذش من عنده، هذا هو الكلام. اللي ما عندوش انا ما ناخذش من عنده، وما كنضروش وكيدوز خلاص. وحتى اللي كيجيو عندي راهم كيتبعوا، كيبقاو يتبعوا حتى اللي يضيعوا فلوسهم هنا وهنا، فكيبقى ملف ديال المتابعه باذن الله عز وجل، ولا حسبها هو اللي رابح. الكلام تجاوزناه سنوات، ما بقوش نعاودو باذن الله تعالى. اذا نسال الله تعالى يوفقنا واياكم لكل خير. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، والله يصلح التعليم المغربي. راه قرينا عليه الفاتحه شحال هادي، وكنتمناو يحيى. التعليم في المغرب مات، مات. ولو بغيت تعرف واش مات، سول في الثانويات وسول في الجامعات، بلا ما نقولك سول في الاعداديات، ما فهمتني؟ سيروا سولوا، شوفوا البنات كيفاش واقفين. هذا اللي غيكون القبله، شوف ليا قد كيفاش واقفين قدام الباب، شوف كيفاش. ملي كنبغيو ندخل للدار، سمعوها مزيان، خاص الاب يسول بنته كيفاش خارجه ومعاش داخله. كنبغي ندخل للدار، اقسم بالله العظيم غير البارح كنبغي ندخل الباب، كيلقاو الشرادي والطرقان كيجلسوا، الله المستعان. حتى كيتصدموا ملي كدوز، ملي كيقول الدنيا خاويه ما غيدوز حتى واحد. كنبغي ندخل للدار تكلقاها، يعني جالس هو وياها وياها في الطريق وجالسين، وصاحبتها شاده بعيده شي حاضره على الطريق، اش كيديروا؟ كيقراو سوره البقره، كيذكروا الله. وسبحان الله دخلت للدار وجلست وبدلت وخرجت، لقيتهم باقيين جالسين. شنو هاد الكارثه هادي؟ هادي قدام الديور، اما في جنبات الاعداديات وداخل الجامعات حديث ولا حرج. ايوا خاص حمله تطهيريه. لكن المواقع الان ولات في اليوتيوب مصيبه. شوف بنتي مشات تقرا وتشوف الجنس في المدرسه، الجنس الصريح في المدرسه، تسمعوها. وهذه بحفاظتها، هذه بطابليتها، بوزرتها، خيدها واحد هنا بموطور، هذا خيدها في الغابه، واللي يقول باها راه مشات تقرا. فين هي بنتي؟ مشات تقرا. ملي كتغيب القدوه في البيت وكيغيب القائد في البيت، راه هذا هو النتيجه. البنت الام بغات تخلص من انت، غير سيري بنتي، وكتغطي على بنتها. ملي يسول الاب لا راه غير عند صاحبتها، راه كدوز السويع، راه كذا، اش بغيتي يكون البيت؟ كيفاش غادي يكون؟ وكاين اللي كيحلف على بنته، يحلف عليها حليف والله ما دير، ودير الزيف كاع. مصائب، مصائب كاينه كثيره. راه غاب التعليم ولا شبه التعليم، فهمت ولا لا؟ اما جينا نتكلموا على التعليم، راه دابا قاري وتجي تقول لي كتب لي غير رساله ما يعرفش يجمعها، تقول كتب لي غير جمله مفيده ما غاديش يقولها ولا يكتبها. هذه مساله اخرى. دابا كانت بكري التربيه والتعليم، دابا لا تربيه ولا تعليم الا من رحم ربك عز وجل، فهمت ولا لا؟ كانت في الاول كنا ملي كنقراو اقسم بالله كنا يعني كنقول واش هادشي، ولكن دابا كنترحموا على ديك الايام، اقسم بالله الا كنترحموا عليها، كنترحموا عليها، كنعرفوا ان فيها كان فيها الخير، وكان فيها الفضل، وكان فيها الحياء.
كنتذكر انا واحد النهار كان هذا النشاط العلمي وكنا نقراو على التوالد، والاستاذ حشم ما قدرش يدير لك حصه في الصباح. سبحان الله، كنا مخلطين دري ودريات، مع ان كنا جوج يعني جوج صفوف ديال الدراري وجوج صفوف ديال الدريات، وما قدرش لحيائه، وحتى حنا ما قدرناش. علاش؟ لان معنا بناتنا الدريات جاراتنا خواتاتنا مثلا، ما قدرناش وتلغت الحصه حتى هيئنا نفسيا وقرينا على حياء. سبحان الله العظيم، ما انا التوالد غتلقى الرحيم والمهبل وكذا، ما قدرش وحتى حنا ما قدرناش. شو الحياء فين كان؟ سبحان الله العظيم. اجي دابا شوف كيقراو، شوف دابا اش كيقراو، شو دابا اش كيشوفوا، شو دابا اش كيديروا. فهمتي التربيه والتعليم قلك. ايوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعلمنا الله يربينا. بعد قليل ان شاء الله نلتقي في المركز باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله.